عيون جل ممرات يا حي مركب أذن على بركة الله وتوفيقه وحول الكريم أيها المتابعون، نتواصل بمتابعة هذه الشعارات التي تتقدم بإنجازات الآتية والجميلة. شوطنا السابع يسير منذ قليل يحمل عنوان الإبكار المحليات الأصايل قبل شوط الختام. بالنسبة للإبكار المحليات الأصايل يعود بها التهاني وناموس، تابعنا نشوان الذي قدم عرض يشكر عليه، كان برفقة جميلة متميزة حمد بن ناصر بن علي المري الذي شاركنا بإنجازه الجميل. ننطلق بشوط ما قبل الختام الذي أعلنت انطلاقته حامل أسماء متميزة، حامل أشعارات جميلة للغاية. وين وصلنا إلى زعفرانة، يتابع حمد بن سيب بن محمد العرياني يتقدم إلى زمام الأمور. النقلة التالية وصلت زعفرانة يرافقها، إذا سالم بن خلف بن خادم الرميذي الذي يتقدم بهذا الشعار المعتاد إليه بإنجازه الجميل. وصلنا إلى المستوى الثالث، عودة متميزة، وصلنا إلى مصيحة خادم بن عيسى المنصوري. والمركز الرابع ناخذ نشوه الذي قادمه عيسى بن سيف بن احمد بن سيف الرميثي على المستوى الرابع. اما المركز الخامس نتقدم بالمتابعه اريام الذي واصله بخيت بن علي الخاصوني المنصوري يتقدم بهذا الاشعار، أو بالخصواني المنصوري يتقدم بهذا الأشعار الكبير. وين وصلنا؟ بنكتفي بهذا القدر، إذن نكتفي بهذه الشعارات المتميزة. وصلنا إلى بداية التحرك، عود بنا إلى زمام الأمور. الحوار ما شاء الله، الصراع يبدو يتحرك منذ بداية الشوط. أروح العرياني إلى الصدارة، ولكن أبو خلف له رأي حيث أنه يطالب بالنقطة الثانية يرافقنا هنا على مسار زعفرانة. بالمتابعة نتمنى إذن التوفيق لكل المشاركين لكل محبي هذه الرياضة. وين العودة؟ العودة إلى زمام الأمور، العودة إلى الصدارة. زعفرانة، زعفرانة الذي تقود الصدارة، الذي انفردت بإنجاز معتاد، يرافق أبو سيف يتحكم بالقبض إلى البداية. حمد بن سيف العريان على المقدمة، السلام إلى وين يا العرياني، دير بالك وتحافظ على هذا المستوى. المركز الثاني وصول زعفرانة الذي قادمه يرافق سالم بخلف بن خادم الرميذي على المستوى الثاني، حيث أن هذا الشعار سجل نقطتين عبر هذه الأسماء، حيث أنه يطالب بالنقطة الثالثة. نعود يا مصورنا إلى مركزنا الثالث، العودة إلى الشعار. هناك أبو خادم الذي قادم بكل قوة، أم هناك خادم بن عيسى المنصوري يتقدم عن طريق مصيحة الذي قادمه، بينما أخذ المركز الرابع الوصول نشوى الذي واصله عيسى بن سيف بن أحمد بن سيف الرميثي يتقدم. المركز الخامس أشوف من على بعد على ما يبدو لي أريام الذي واصله عندك يا بخيت يا بن علي يا المنصوري، ولكن الله يا الصدارة روح ابنا معه الانطلاق. نتمنى فسح المجال لعربة النقل، بنعود إلى زمام الأمور. روح ابنا يا المنصوري، عطنا فسح المجال مجال مشكور على بداية الشوط. وين
من البداية. شوف الصراع الثنائي، شوف الصراع الثنائي ما بين العرياني ما بين الرميذي. الأمور والله بحالة الأرذولة، غادرنا لافتة الكيلوين، بدينا بالاتجاه، بدينا بالاتجاه إلى وين يا العرياني؟ روح يا أبو سيف روح، دير بالك وحافظ. إذا حمد بن سيف العرياني تابع زعفرانه إلى بداية الشوط، أما المركز الثاني زعفرانه أخرى، زعفرانه أخرى بالمتابعة يرافق سالم الخلف خادم الرميذي. يا محاسن الصدف، سلالة زعفران جميلة، الكل يحب الزعفران. الله الله الله، والله الأمور مستمرة للغاية. وين الاتجاه؟ إذا بناخذ جولة فقط لغير الاسماء الذي تابعها من على بعد، الذي شاهدها حيث أن بدينا نغادر لافتة 1500 متر. إذا قدمنا عود ابن يا محمد الخضر مرافق عار متابعة التصوير والتميز. نعود إلى الحوار الثنائي، العودة إلى الحوار الثنائي. أروح أبو خلف روح، يبقى النقطة الثالثة، ولكن أبو سيف له رأي آخر. العرياني قادم بقوة، يا له من إبداع، يا له من صراع مرير. الله الله، النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، يتقدم سالم بن خلف بن خادم الرميذي، يقود زعفران، بدأ يدشن الكيلو المتر الأخير. بدينا نغادره، بدينا نغادره. السلام خلاص لكم يا أهل السمحة، ولكن دير بالك، دير بالك الرميذي، دير بالك. العرياني قادم بقوة، زعفران على المستوى الثاني، حمد بن سيف بن محمد العرياني يتقدم على المستوى الثاني، ولكن وين؟ والله زعفران، زعفران إلى المقدمة، بدأت تباعد المسافة، بدأت تضيف النقطة الثالثة، ولكن الحذر مطلوب للغاية. اللحظات إذن المستمرة، السلام إلى وين أحمد؟ بنقول المرة الثالثة على التوالي، سلام بخلف سلام، مشكور يا دعم الرسمي. إذن خلف الخادم الرميذي أبو سلطان يتقدم دائما عبر هذا الشعار، الداعم الرسمي هذا الشعار المتميز دائما، والشكل لسلطان بن خلف الرميذي كذلك متابع عناية التضمير والتدريب. الشكر موصول لسالم بن خلف الرميذي، مشكور على المتابعة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، شوف الفرق الشاسع ما شاء الله، أنا ابتعد كل البعد. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، سلام السمحة سلام، سلام بخلف سلام. الاقتراب، الاقتراب، والله رويدا رويدا. خلاص تهانينا، تهانينا للمرة الثالثة. سلام وتحية لسالم بن خلف خادم الرميذي، شكرا على هذا الابداع. وصلنا يا لخط النهايه، معلن الزعفران الناموس والتهاني والانجاز. شكرا يا سالم بن خلف الرميذي، وشكرا يا سلطان بن خلف الرميذي، شكرا للمتابعه على هذا الابداع. المركز الثاني ناخذ هناك العرياني قدم عرض اشكر عليه عن طريق زعفران حمد بن سيف بن محمد العرياني. والمركز الثالث، اذا مركزنا الثالث بنقول هناك بقياده خادم بن عيسى المنصوري على المستوى الثالث. والمركز الرابع اتصل بحاملة رقم 2 نشوة عيسى بن سيف الرميذي. والمركز مركزنا الخامس اذا تحمل الرقم 4 تهانينا لبخيت بن علي المنصوري. والمركز السادس، ولا خلاص تهانينا للجميع، التوقيت 7 دقائق 40 ثانية، تهانينا وناموس للجميع.